في سابقة هي الأولى من نوعها شهدت مدينة شحات وجميع مدن الجبل الأخضر افتتاح مركز طبي متخصص في الأمراض الجلدية والتجميل بحضور عدد من الأطباء والمختصين والمهتمين. جايين هنا في افتتاح مركز شحات التخصص الطبي التجميلي، مركز بصراحة ممتاز جدا ومركز يعني من الطراز الأول، وأول يعني أول مرة يفتح مركز يعني يقدر يغطي ويقوم بخدمات تجميلية وطبية خاصة بأمراض الجلدية خاصة وجميع الأمراض بصفة عامة، ولكن متخصص هو في الجلدية أصلا. المركز سيقدم جميع الخدمات الطبية لكل المرضى وخصوصا الجلدية بمعدات وإمكانيات ذات جودة عالية وتضاهي مثيلتها في الدول المتقدمة في مجال طب التجميل الحديث. بصراحة تفاجأنا من المركز الطبي والافتتاح اللي فيه، انه مش مركز طبي عادي، هذا مركز طبي تجميلي، وتفاجأنا بالأجهزة الموجودة فيه، ان الأجهزة هذه موجودة في الخارج، وموفقين ان شاء الله باذن الله تعالى. المركز هي شنو وجود الأجهزة الطبية الحديثة في مجال الجراح في مجال الجلدية والتجميل، وطبعا هذا الشيء اللي كانوا الناس يتعبوا له مسافات بعيدة هو متوفر الحمد لله في مدينة شحات. وطبعا ميزة هذه العيادة ان فيها كافة التخصصات الطبية. مركز طبي سيوفر على اهالي المنطقة عناء وتعب ومشقة السفر، لا سيما ان قطاع الصحة على الصعيد الحكومي لا يولي اهتماما بهذا المجال المتعلق بطب التجميل الحديث الناتج عن الحوادث والحروق وغيرها.